أنا بصراحة مش فاهم إيه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة. أوعي تكون وقفتي مع سهر في المستشفى هي اللي ضايقتها. سهر دي صاحبتك أنتِ مش صاحبتي أنا. لما هي صاحبتي بتكلمك أنت ليه؟ لا، لأنك ما عبرتيهاش. دي كان ناقص تحضني. تحضني إيه بس؟ ولا كنت فيه ولا فيه؟ ما تعملش نفسك مش فاهم، أنا عارفة سهر كويس، وعارفة ماضيك كويس قوي. أنت أول مرة تتكلمي معايا بالطريقة دي. وأنت أول مرة تنسى نفسك في وجودي. أنسى نفسي؟ أنت غريبة قوي. أنا مراتك ولازم تحافظ على كرامتي. كرامتك محفوظة، إنما الكلام اللي بتقوليه ده تلكيك على كلام فاضي. كلام فاضي ها؟ كلام فاضي. أنت مش حاسة باللي فيها. أمي تعبانة بجد. أمك كويسة، ما تبقاش تتحجج بيها. تحجج؟ أمي ممكن يكون عندها سرطان. بتقول إيه؟